غانغان وستاد بريست في فرنسا. وبلاتانياس وبانيتينايكوس بالدوري اليوناني. وهذه الكرة والهدف الأول، محاولة ممتازة. هذه الكرة العائدة من جانب أحمد ياسر، انتبيه من سونشيز على الطاير من جانب عمر علي، ما يخلي حتى فرصة للحارس أحمد سفيان للتصدي لهذه الكرة. 1-0 هدف أول في المباراة. هذا هو لمسة مباشرة إلى السلطان لبريك. علي عفيف مع أحمد ياسر. علي عفيف في وسط الميدان، كرة مع دودو، مع أوبا مارتن في الوسط، ممتازة جدا التمريرة، فرصة في جول، هدف التعادل، جول، هدف التعادل، 1-1. نعم، شوف الممتاز، الأسيست كانت رائعة من جانب لويس مارتن وعبد الرحمن مصطفى بسلعة الهداف، يتمكن من مباغتة الحارس سعود الخاطر، تعامل ذكي مميز بك في هذه الفترة الثانية. متعادل هدف مقابل هدف. هذه كرة ملعوبة، أحمد ياسر، تعود لوكاس مانديز، انطلاقة، كرة رأسية، جول، هدف ثاني، الهدف الثاني، عثمان كوليبالي على اهتزاز الشباك للمرة الثالثة في المباراة. شوف الكرة الأخيرة من جانب لوكاس مانديز، توزيعها على المقاس، ممتاز لوكاس، وعثمان كوليبالي يستفيد من عدم المراقبة والمتابعة، وبكرة رأسية يباغت الحارس أحمد سفيان، يربح الحوار الثنائي مع يوسف فرحات، عثمان كوليبالي، وقاد 2013-2014 مرتبة ثالثة في المجموعة الثالثة بثلاث نقاط. وهذه كرة ملعوبة للوكرة، عمر علي، تسديدة، جول، تسديدة قوية، هدف ثالث، عمر علي لا يرحم في هذه المنطقة، ولا محاولة انطلقت من اليسار بكرة ملعوبة كانت من كريستيان، ثم التمهيد لعمر علي، لا يترك الفرصة تمر دون أن يسدد ويسجل اسمه من ذهب بفضل ثنائية الليلة، وهدف ثالث لنادي الوكرة. ترويض وتسديد.